اسمعي اللي بقول لك عليه، محدش ينام قبل ما تلاقوا مهران، مفهوم؟ فتشوا كل شبر، ما تسيبوش شبر ما تفتشوش. ما انا عارف ان اعدائنا كتير، يعني ايه اعدائنا كتير؟ اعدائنا كتير يوم الكبير بتاعنا يتخطف؟ ايه؟ شركة أمن هي ولا شركة عصير قصب؟ أنا مش عايز كلام كتير، تتصرفوا، اقلبوا الدنيا. محدش يقول لي كلمة ما لقيناهوش دي تاني. وبعدين ازاي ده حصل؟ مهران الشيمي يتاخد من وسطنا كده يختفي؟ ما نعرفش الطريق ليه؟ يا ترى اراضيك فين دلوقتي يا مهران؟ عدوينا كتير قوي، مش عارف افكر في مين ولا مين. انا خلاص دماغي هنجت من كتر التفكير. حاضر. الله، مهران انت كنت فين؟ ده احنا قلبنا الدنيا كلها عليك. بعدين ايه اللي عامل فيك كده؟ خير؟ مالك؟ انا شفت اسود ليله في حياتي يا راضي، شفت الموت بعناية. الموت كان قريب مني قوي. ايه اللي عمل فيك كده؟ قول لي، احكي لي. ميه، عايز اشرب ميه. تعالى. الله، انت كنت فين امبارح طول الليل يا مشاميش؟ هكون فين يعني حبيبه قلبي؟ انا عندي شغل واجتماع وكانت الدنيا بايظه خالص والله. شغل؟ شغل ايه يا ابو شغل؟ شغل ايه ده يا اخويا اللي يخلي ريحتك مفحفحة؟ ابقى استر نفسك يا ميشو، وبقول للسنيورة اللي انت بتبقى معاها ايه تقلل فواحات شوية، اصلك مفضوح. ايه العبط ده فيه؟ انت اتجننت ولا ايه يا سولة؟ لا وحياة امك، ده انا عقلت. عقلت. اسمع يا ميشو، انا فضلت طول الوقت ماشية ورا دماغك ومسلمة وما بقولش ولا تس ولا بس، بعت اهلي كلهم علشانك وكنت راضية. وفضلت وراك لحد اما شيكنا وفلوس ومحل وكل ده من ورا سونا، ولا نسيت؟ وايه لازمه بقى الكلام ده؟ كلام رش ما يبلش، ملوش اي عازه. ميشو اظبط يا ميشو وبطل جري ورا الحريم، عشان خلاص قضيت منك وما بقاش عندي طقطان لحواراتك دي.